الآن إخواني الأعزاء، سأمر مباشرة إلى ركن هام، وهو ركن عفوا وهو ركن التعليقات، أو تعليقات المواطنين، أو ممن يعبرون عن آرائهم ويعلقون حول هذا المحتوى الهام، محتوى المواضيع الجادة وليس محتوى التفاهة. تقول قناة خفيف ظريف مع زنوبة، وأخيرا الحمد لله، يعني فاز النوبة أو غيره. كانوا ينتظروا القبض على هذه المسمات، أي فتح روتين اليوم، والآن هذا الحلم قد تحقق. وبالتالي فكل المغاربة لا يمكنهم إلا تقديم كل الشكر والتعبير عن احترامهم وتقديرهم للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك للسيد النائب أو السيد ممثل النيابة العامة الذي أصدر تعليمات توقيفها وإيدائها رهن الحراسة النظرية. يقول أحمد السمالي أو السميلي على ما أعتقد، الله يعطيها غبارة من اليوتيوب. فعلا أخي أحمد، لقد غبرت غبرة نهائية، وأعتقد أن عقوبتها لن تقل عن سنة أو سنتين أو حتى 5 سنوات إذا بغيت الله فيها القاضي. يقول الحمد لله، الله يلطف بينا، راه اليوتيوب ولا شو هالبلاد، باقي ندى أمها وهيام. فعلا أخي، الدور إن شاء الله قادم عليهن وعليهم وعلى آخرين. يقول أو تقول أجونس إيموبيلي، الوكالة العقارية التيسير، السلام عليكم الأستاذ الفاضل البودالي. فعلا لقد أثار الضجة، أي فتح روتيني اليومي وأعطت صورة مقززة لما حصل. تقول حفيظة الصنهاجي، سهل إلى الجحيم. يقول أو تقول فاطمة الزهراء، يجب إنزال أقصى العقوبات لتكون عبرة لغيرها من التافهين والمفسدين. تقول نادير مراكشي، هادشي اللي خاصو يكون. يقول عمر جابري، أنت كتجيب لنا غير الناس الضعفاء. واو، واخا، نعم السي عمر، عجبك هذا المنكر على ما كيبان لي. اش غنقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ياخذ الحق فيك وفي أمثالك ممن يدافعون عن مروجي الرذيلة والفساد. تقول فاطمة دانغير، نرجو يا سيدي أن يكون الخبر صحيح من المصدر. نعم الأخت فاطمة، نحن لا ننشر إلا الأخبار الرسمية، وهذا الخبر راه توصلنا فيه كي قلت لكم في الموقع أو الجريدة الإلكترونية ديالنا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني شخصيا. احنا راه ما كنلعبوش، الخبر راه توصلنا به من مديرية الأمن الوطني، وحنا راه صحافة وكنمارسوا المهنة أختي العزيزة منذ 20 سنة. لنلاحظ، لأتابع التعليقات. يقول برداجي عبد الرحيم بأن الأمر يتعلق بفاتحاتهم خاصة من المحاكمة. فعلا الأخ عبد الرحيم، كلامك على صواب. هنا هاد السيد كيقول اش دخل الامن، اش هاد التخربيع. بغيت نسولك اخي العزيز، واش انت اللي شديتيها او خالك او ولد عمتك؟ ما بغيتش نقول شي حاجه اخرى، ما غاديش نستعمل عبارات مسيئه. انا بغيت نسولك، شكون اللي شدها؟ واش انت ولا ولد خالك ولا ولد عمتك؟ شكون اللي شد هاد السيده من غير الامن؟ وشكون اللي تم او قام بالقبض عليها من غير الصاهرين على الامن او امن المغاربه والصاهرين على انفاذ وتنفيذ القوانين؟ يقول الاخ الذي ترون اسمه الان والذي لا استطيع نطقه، تحيه اجلال واكبار لك الاستاذ البودالي. لو ما كانت ما كنت انت، ما كانوا ليعتقلوها، وقد رايت اعتقالها على جريده اسبريس، ولكن الفضل يرجع لله، ولك تحيه كبيره. لك تحيتي لك اخي العزيز. فعلا تحدثت عن هذا الموضوع قبل أو في حلقتين اثنتين، نعم، لايف قبل يومين على ما أعتقد، وبعدها تم نشر مختصر لهذا اللايف عبارة عن تسجيل. لكنني أعتقد أخي الفاضل بأن ما قامت به هذه السيدة، ما كان للأمن الوطني وللنيابة العامة أن يتساهلوا معه، وبالتالي كان من اللازم والواجب على السلطات المعنية أي الأمنية والقضائية التدخل بكل الحزم الممكن لإلقاء القبض على هذه
أو على النشرات الفاحشة. يقول أحمد: الخبر صحيح جدا، في رده على الأخت فاطمة دونجي التي سألت عما إذا كان الخبر صحيحا أم لا. عياد الهشيمي يكتب قائلا: اتقوا الله في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فعلا أخي العزيز، نتمنى هذا الأمر بالذات، ونتمنى من السلطات أن تتصدى بكل الحزم دائما وأبدا لكل المسيئين إلى ديننا الحنيف ولأخلاقنا الفاضلة. يقول محمد بو عجول: يجب زجر مثل هذا الميكروب اللي كتشوه السمعة ديال المرأة المغربية، وأرجو عقوبة شديدة حتى تكون عبرة للآخرين. محمد جميل أو ميت جميل يقول أو يكتب: يجب مراقبة القنوات التي تنشر التفاهات والرذيلة. نعم أخي، كل تحية والتقدير لك، راها تشرب الماحية. فعلا أخي العزيز محمد، أعتقد أنني عثرت على عنوان من هذا النوع. يقول الحساني حافظ بأن هذه تافهة هي وهذاك الذكر اللي معه، وأنا كنقول لك أخي العزيز حاشا لله واش يكون ذكر، ما هو راجل ولا ذكر. المهم الخبر في راسك أخي العزيز، كمل من راسك. أرجو من جميع المغاربة مقاطعة مشاهدة الروتين اليومي كما يقول سعيد فارس. أتمنى أخي العزيز أن يتحقق هذا الطلب أو المطلب، وأتمنى أو ولكن للأسف الشديد فأنا ألاحظ بأن هناك مشاهدات بالملايين لمثل هذه المقاطع وهذه المشاهد الفاحشة، ولا أعرف بالضبط هل المغاربة الشرفاء أصحاب الأخلاق والمحافظة هم من يشاهدوا هذه القنوات، أم أن في الأمر لبس ما؟ هذا ما يجعلني أتساءل كثيرا. يجب معاقبتها أقصى العقوبات وعلى كل من أخل بالدين الإسلامي وأخلاقه الحنيفة. كنتمنى أقصى العقوبات لهذا المعفنة وكاع دوك اللي كيديروا روتين اليوم الماسخ. نتمنى كذلك أخي العزيز، خاصها ترقد على القاعة. لالا باكية شوهونا، الله ياخذ فيهم الحق، الحق الهاك بوزبال، والله حتى فرحتينا. العقوبة لشي وحدين. نعم أختي العزيزة، الخبر صحيح ومؤكد، وقد توصلنا ببلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني حول اعتقال فاتحة مرات الروتين. الخبر صحيح ومؤكد، أعيدها وأكررها، وهي الآن في قبضة الشرطة القضائية بمدينة تمارة حيث تقطن وتسكن. يقول العبيدي أيمن بأن فتيحة مراس الروتين اليومي تستحق أن تعاقب عقوبة كبيرة اللي تكون عبرة لمن يريد أن يهين نساءنا الأشراف بالتفاهة. أرفع أكف الضراعة إلى الله، إلى العلي القدير، إلى المولى، أن يتقبل دعاءك أخي العزيز، وأن يمن علينا بقاض صارم لا يرحم مثل هؤلاء التافهين، ولا يقول أو لا يخشى لومة لائم في قولي أو في الحكم بحكم حق، وأن يصدر في حقها عقوبة تجعلها عبرة لمن يعتبر للتافهين وغيرهم. خاص حتى تذكر لي معها الحبس. فعلا أخي العزيز، إذا سمعت بأنه كان محرض على شيء أو كان متواطئ أو ساكت أو مشارك في الجريمة، فبدون أدنى شك حتى هو خاصو يتعاقب، ويتعاقب أشد العقاب معاه. وكيف كنذكر إخواني الأعزاء، فهذا ماشي ذكر ولا هو بالرجل، فالسيد اللي كيخلي مراته تبان عريانة في الدوش أو المرحاض أو حتى شي حوايج بسيطة كاع، هذا راه ماشي راجل ولا هو بالذكر. تحيات إكبار وإجلال للسيد أو للسي الحموشي، الله يحفظه، اللهم آمين يا رب العالمين. أخي العزيز، لو كانت بأمريكا مثلا كيف سيعتقلون هذه شبكة انترنت اللي ما بغاش يشوف حتى واحد ما بزز عليه؟ وراه قلت لك أخي العزيز، راه أنت عندك واحد الأفكار ماشي طبيعية ولا تتناسب والتوجه العام لكل المغاربة. هذا رأيك لا يسعني إلا احترامه، ولن أعقب عليك بعد تعقيبي الأول حول تعليقك السابق. أعتقد إخواني الأعزاء بأنني تحدثت ما يكفي عن هذه الفضيحة المدوية، وبالتالي لا يسعني إلا توديعكم
فلا تزال أمامي مهام أخرى، سواء مهام القناة أو مهام الجريدة الإلكترونية التي أشرف عليها، ولا يسعني الآن إلا أن أودعكم وأقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة أو موضوع آخر بإذن المولى عز وجل. تحياتي لكم جميعا إخواني الأعزاء، وفي انتظار أقرب بث أو حلقة أخرى مقبلة.